ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذا ما استقر في يقين مصر. على الناحية الأخرى، حاول المحتل تعزيز موقفه بالسيطرة على آخر نقطة صامدة في سيناء شمال مدينة بور فؤاد. كانت الفرصة سانحة أمام 10 دبابات إسرائيلية مدعمة بكتيبة مشاة ووحدة مهندسين ويعاونها سرب طائرات مقاتلة قاذفة، لكن العدو واجه مفاجأة في رأس العش. العدو بعد 5 يونيو 67 زي ما بنقول استولى على سيناء بالكامل، عدا بور فؤاد هذه المدينة وموقع رأس العش. فبعد وقف إطلاق النار فكر ان هو ايه، قال لك ان في المدينه ديت انا ما احتلتهاش، طب استولي عليها. وعلى الفور في 1 يوليو 1967 قررت احتلال هذا القدس. قدمت كتيبه مدفعيه اسرائيليه معززه بمشاة ميكانيكي. الجزء ده كان موجود فيه قوات الصاعقه المصريه، كانوا حوالي 30 جندي. وهؤلاء ال 30 جندي تصدوا لهذه الكتيبه من الدبابات والحقوا بها هزيمه مكرره، وانسحبت وعادت تحاول مهاجمتها مره اخرى وهزمت مرة أخرى وانسحبت، وأصبحت بور فؤاد النقطة الوحيدة في الضفة الشرقية التي لم تتمكن إسرائيل من احتلالها في 67. فبدأ واضحا للعدو الإسرائيلي أن المصريين ما هماش الناس اللي يعني أخذوا ضربة وينكسروا. قيمتها في أن هي كانت الحد الفاصل ما بين الشعور بالهزيمة وفي نفس الوقت إدراك أن الجندي المصري هو جندي عظيم وأنه يلقي الهزيمة وراء ظهره استعداداً لخوض مرحلة تحرير الأرض. أعطت المعركة رسالة شديدة الوضوح لعدو جرح في غروره لأول مرة منذ صباح 5 يونيو حزيران. لكن كان على مصر أن تجلس مع الأشقاء إذا أرادت أن تجعل من رأس العش نقطة انطلاق جديدة بعد الهزيمة.